أخبار اليوم. اختتمت فعاليات التدريب البحري المصري الروسي المشترك جسر الصداقة 2015 الذي أجرته تشكيلات من القوات البحرية المصرية بالتعاون مع القوات البحرية الروسية، واستمرت لعدة أيام بالمياه الإقليمية المصرية. وكانت المراحل التحضيرية للتدريب قد اشتملت على عقد العديد من المؤتمرات والمحاضرات للتنسيق بين الجانبين وإعداد الوحدات البحرية وأطقمها لتنفيذ كافة أنشطة التدريب، بما يحقق التفاهم والتكامل بين العناصر والقوات المشاركة. وتضمنت مراحل التدريب بالبحر أعمال الاستطلاع والتصدي للأهداف البحرية المعادية، وتنفيذ عدة تشكيلات إبحار لاتخاذ الأوضاع الهجومية والدفاعية، والتدريب على أعمال الإمداد والتزود بالوقود أثناء الإبحار، وأعمال حق الزيارة والتفتيش للسفن ومكافحة الغواصات والقرصنة البحرية، وأعمال البحث والإنقاذ ونجدة السفن الغارقة. تأتي هذه الأنشطة في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات والتعرف على كل ما هو حديث في أساليب القتال البحري وما يتم تطويره في هذا المجال، وصولا إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي. واختتم التدريب بعقد مؤتمر صحفي لكلا الجانبين اللذين أكدا على أهمية التدريب للقوات البحرية للدولتين بهدف تنمية قدرات ومهارات العناصر المشاركة للعمل في مختلف المسارح البحرية.